هذا وقد أشادت القمة بالدور المتنامي لدول مجلس التعاون في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في هذه المنطقة وخارجها ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ حسام الدين جابر، أستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك في نشرة الثالثة. هل لك أن توضح لنا أهمية عقد القمة الخليجية 44 في الدوحة؟ بداية أشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة للحديث عن القمة 44 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وهي القمة التي ينتظرها شعوب دول مجلس التعاون الأشقاء لما تحمله من قرارات هامة ومصيرية ورسائل تعبر بصدق عن تطلعاتهم نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء لدولهم. واسمحوا لي أن أشير هنا إلى أن حرص سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على المشاركة في هذه القمة يؤكد موقف جلالته الثابت والداعم لتعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك سعيا نحو تحقيق المزيد من الترابط والتكامل بين دول المجلس، وذلك تلبية لتطلعات الشعوب الخليجية الشقيقة في التقدم والتنمية والرخاء، وتأكيدا على موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ نحو القضايا المثارة في القمة سواء على المستوى الخليجي أو العربي أو الإسلامي والدولي. وبلا شك فإن هذه القمة تعقد في ظل ظروف استثنائية إقليميا ودوليا غاية في التأزم، خاصة مع استمرار الأوضاع الإنسانية والمعاناة المتواصلة للشعب الفلسطيني الشقيق وانتهاكات في قطاع غزة، وانعكاس ذلك على أوضاع العديد من المسلمين في العديد من الدول. كما أن هذه القمة تعقد في دولة قطر الشقيقة للتأكيد على مكانة وقوة العلاقات بين دول المجلس. نعم أستاذ حسام الدين، كيف تقرأ مخرجات هذه القمة؟ بالنسبة إلى قراءتي لمخرجات هذه القمة فيمكن النظر إلى مخرجاتها من خلال ثلاثة محاور رئيسية، وهي المحور الأول تأكيد المنجزات الحضارية والتنموية لدول مجلس التعاون دول الخليج العربي، والتوجه الحريص من قادة الدول نحو التكامل وتحقيق الوحدة الخليجية من خلال العمل الخليجي المشترك في شتى المجالات، ومضاعفة هذه الجهود لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشترك، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتسييق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون والحفاظ على مصالحها وتجنيبها الصراعات الإقليمية والدولية وتلبية تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية الشقيقة والصديقة. أما المحور الثاني فهو تأكيد المواقف المشتركة في من القضايا الإقليمية والدولية، أبرزها الأوضاع الإنسانية المتأزمة في فلسطين وقطاع غزة خاصة، واستهداف المدنيين وتهجيرهم قسريا، وضرورة وقف هذا التصعيد وصولا إلى الوقف الكامل للحرب على قطاع غزة وإنهاء الحصار المفروض عليها، والتحذير من مخاطر توسع المواجهات إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى الأوضاع في لبنان وسوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان وأفغانستان، وأهمية التعاون من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف، والقلق من تصاعد مظاهر العنصرية والكراهية ضد العرب والمسلمين في عدد من الدول وصولا إلى الخطاب المعاني للإسلام، وحق السعودية والكويت في حقل الدرة ورفض أي دعاوي أخرى في هذا الحقل، وأهمية التعاون في مجال حماية البيئة والتغير المناخي والطاقات المتجددة. بالنسبة للمحور الثالث وهو الشراكة أو الشراكات الخليجية مع الدول والمجموعات، حيث تتجه دول المجلس نحو المزيد من التعاون والتقارب مع دول آسيا الوسطى ورابطة دول جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ورابطة الدول الكاريبية والمملكة المتحدة واليابان. ولا يخفي عليكم أهمية الاتفاقية التجارة الحرة التي وقعت بالحروف الأولى بين دول المجلس وجمهورية باكستان الإسلامية تمهيدا لتوقيعها بشكل نهائي تعزيزا لعلاقات دول المجلس الاقتصادية مع الدول والتكتلات وتحقيق المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة، بالإضافة إلى دعوة لاستئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة. نعم، إذا الأستاذ حسام الدين جابر أستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.